Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind und ich bin die Einzige, die jetzt vor dem Vortrag auf Deutsch kurz begrüßt. So, ja. Also, Sie sind hier, falls Sie uns noch nicht kennen, bei den eben Rüscht Lectures. Wir veranstalten diese relativ regelmäßig und es geht immer um arabische Welt und Europa, den Blick aufeinander oder auf sich selbst. Heute Abend meistens auf Arabisch, auf Deutsch oder auf Englisch, heute in arabischer Sprache. Die Diskussion ist immer möglich in der Sprache, in der Sie gerne fragen oder diskutieren möchten und wir tun dann unser Bestes, das hin und her zu dolmetschen. Heute findet die Lecture in Kooperation mit Dialog Transnational statt. Das ist ein Institut von Heidemarie Wünschke-Pierzka. Vielen Dank, die hat uns den Autor hier beschert quasi. Wir mussten nur die Veranstaltung ein bisschen organisieren. Ich übergebe jetzt an Dr. Mohamed Adel Mtimet von der Universität Garbes in Tunesien, wo er lehrt im Bereich politische Ideengeschichte. Und heute geht es, wie Sie schon der Einladung entnommen haben, darum, dass man nachdenkt, warum denn das so schwierig ist mit der Demokratie in der arabischen Welt. Das ist ja auch eins unserer sozusagen zentralen Themen bei Ibn Rushd, die Demokratie in der arabischen Welt zu fördern, demokratische oder freidenkende Kräfte zu fördern. So, das ist eigentlich jetzt alles und ich übergebe an Monsieur Mtimet. Shukran, merci beaucoup. أعذروني لأنني لا أتحدث الألمانية. مرحبا بالجميع. هو في الواقع يجب أن أرتجل كلامي وأن أتحدث بأكثر طلاقة حول مسألة أنتم تعرفون أنها مدار حديث وحوار مفتوح وغزير اليوم في العالم العربي، ولكنني لأنني مرتبط بالنص الذي ترجمه الأصدقاء في مؤسسة ابن رشد مضطر لأن أقرأ الورقة التي أعددتها مسبقا لذلك. حتى لا نضيع الكثير من الوقت سأنطلق مباشرة في قراءة الورقة وأرجو أن يكون بعد ذلك تفاعلا بيننا عميقا حول هذه المسألة التي أعتبرها مسألة هامة بمعنى الأهمية وبمعنى الخطورة الاستراتيجية التي تخص المجتمعات العربية والمؤسسات المدنية والسياسية التي تتحرك اليوم على المساحة العربية. إذن حتى لا أختلف كثيرا مع النص اتركوني أقرأ النص. فمن البديهي وفقا لما أرى أن يكون الشرط الأولي، نحن متفقون على ذلك جميعا، للديمقراطية هو احترام حرية الفرد. هذه فكرة أساسية لدينا جميعا. ماذا تعني الديمقراطية؟ أنها تعني أساسا حرية الأفراد. أنا شخصيا أعتقد ذلك. لا أتكلم فقط عن الحرية السياسية، ولكن أتكلم بشكل أساسي أكثر عن حرية الأفراد. ولكن السؤال الأول الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو السؤال حول ماهية هذا الفرد. ماذا نعني بالفرد تحديدا؟ وحول نطاق تلك الحرية الفردية، عن أي حرية فردية نتحدث؟ طبعا ربما من درس الفلسفة يمكنه أن يفهم ذلك بسهولة. الفلسفة السياسية الحديثة الكلاسيكية، يعني فلسفة القرن السابع عشر، ونتفق على أن هذه المسألة هي مسألة ذات أهمية ومسألة مركزية في الفكر السياسي والفكر الفلسفي السياسي قديما وحديثا، مسألة منزلة الفرد وحرية الفرد داخل المجتمع في علاقته بالأفراد وفي علاقته بالدولة. بيد أن المقصود
بالحرية الفردية واضح هنا، وهو محل اتفاق بين الجميع، بين العقلاء من القوم، بين من يستطيع أن يتمثل الأشياء بالمعيار العقلي. فلا يقصد في هذا السياق بالحرية الفردية حرية طبيعية، une liberté naturelle، أو حيوانية، دير ناتوريل سدير أنيمال طبيعي، والحيواني هنا الغريزي. لا حدود لها هذه الحرية في المعنى الأنثروبولوجي الكلاسيكي لدى هوبس أو سبينوزا أو المفكرين الكلاسيكيين بالنسبة إلى المطلعين على هذا الحق. ونعني بالطبيعة هنا ما توجبه قوانين الطبيعة، سبينوزا هوبس، أي الغريزة والفطرة. بل المقصود بالحرية الفردية بطبيعة الحال، أنا لا أذكر أشياء جديدة على المطلعين، هذه أشياء بديهية، بل المقصود هو حرية مدنية ليبرتي سيفيل، يحدها أي يقيدها أو يضع لها ديليميتاسيون، حدودا الحساب لو كالكول. وتعرفون مثلا لدى هوبس دور العقل هو دور حسابي، العقل هو أداة لحساب المستقبل، حساب المصالح. يحدها الحساب والعقل ويقودها القانون المدني في الإطار العام للمصالح المشتركة بين الأفراد في الفضاء المدني. لقد تبين ذلك منذ فلسفة العقل الاجتماعي. بإمكانكم أن تعودوا إلى كتاب التنين لهوبس، أو كتاب الأخلاق، أو كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوزا، وما إلى ذلك، أو العقد الاجتماعي جون جاك روسو وما إلى ذلك. طبعا أتحدث هنا عن القرن 17، ولكن عندما يتعلق الأمر بروسو فإن الأمر يتعلق بالقرن 18. عفوا، لقد أصبحت هذه الكتابات الكلاسيكية مرجعيات اليوم في تاريخ الفكر السياسي والفلسفي السياسي بشكل خاص. فالانتقال، أعود إلى المسألة، فالانتقال من حالة الطبيعة إيتاد ناتور الافتراضية، التي هي ليست حالة واقعية، طبعا حالة الطبيعة هي حالة افتراضية لم توجد أبدا، أو حتى أن وجدت فأنها توجد مثل ما يوجد النظام في الطبيعة للحظة عابرة لكي نعود إلى النظام، هي إلى الحالة المدنية والسياسية إيتاب بوليتيك أو سيفيل في فلسفات العقد الاجتماعي. لا ينفي فردية الفرد، بمعنى أن الفرد لا يتخلى عن حريته عندما يدخل في المجتمع المدني أو السياسي، بل هو يهذبها، هذا الانتقال يهذب الحرية الفردية ويجعل لها أطرا مقننة لتصبح منسجمة مع الوجود المشترك، l'existence avec les autres en commun. ولذلك فإن الفرد الذي نتحدث عنه هنا بمناسبة التطرق إلى الديمقراطية ليس الفرد الأناني كما يمكن أن يتبادر إلى ذهن البعض، أنانية مطلقة بمعنى ذلك الكائن الذي لا ينظر إلى مصلحته الخاصة إلا من المنظور الضيق لتلك المصلحة الخاصة، بل هو الفرد الذي ينظر إلى مصلحته في ارتباطها العضوي بمصلحة الآخرين، بالمصلحة العامة، لانتري كومان. فلا تتحدد الفردية، لانديفيدياليتي سيبولي، فلا تتحدد الفردية من منظور سياسي وأخلاقي باعتبارها ضربا من العزلة، ليزولمون والسلمون انفراد، ضربا من العزلة أو الانفراد المطلقي الذي يفضي إلى تذرير اتوميزاسيون دونك المجتمع، لاتوميزاسيون دو لا سوسيتي، بالعكس، ولكن باعتبارها جزءا من المنظومة العامة للمصلحة المشتركة. ذلك هو ما يرشح مثلا عن تعريف جان جاك روسو في القرن 18، هذا التعريف الشهير للحرية المدنية في العقد الاجتماعي، الكتاب الذي صدر 1762، عندما بين أن ما يخسره الفرد بسبب العقد، بسبب
بفضل بسبب بفضل هي خسارة ولكنها ربح غنم من جهة أخرى. بسبب العقد الاجتماعي هو الحرية الطبيعية وحق مطلق في كل ما يستطيع أن يحققه بموجب طبيعته، في حين أن ما يغنمه لنا الغنم يعني المسألة نسبية، في حين أن ما يغنمه يغنمه عفوا هو الحرية المدنية وملكيته لكل ما يكتسبه. طبعا هو سيضمن الملكية بموجب القوانين المدنية، ولذلك يجب التمييز بين الحرية الطبيعية التي لا حدود لها سوى قوة الفرد، قوة الفرد الطبيعية، والحرية المدنية التي تحددها الإرادة العامة، la volonté générale dans le sens de la définition rousseauiste. لا فائدة في أن أقرأ نص التعريف بالفرنسية. الفرضية التي ننطلق منها اليوم في سياق التفكير في مسألة الحرية الفردية وعلاقتها بالديمقراطية وبالمجتمع المدني وعلاقة كل ذلك بالمجتمعات العربية وبالثقافة العربية وبالمشهد السياسي الحالي في العالم العربي، هذا الذي يهمنا. إن الفرضية التي ننطلق منها واضحة، هي أن التصور أو هذا التصور الذي كنت أتحدث عنه، وهذه مجرد نبذة بسيطة عن هذا التصور لأن أسسه وأركانه ومقوماته ومكوناته كثيرة جدا بالنسبة إلى الباحث الأكاديمي الذي يعرف هذه المسألة، يعرف على الأقل ثنايا هذه المسألة. هذا التصور للفرد وللحرية الفردية هو أساس الديمقراطية في الغرب حيث تقيمون اليوم، وهو يمثل ثمرة لمسار من التطور الفكري، مسار طويل من التطور الفكري والثقافي والسياسي، الفكري يعني الأكاديمي، الثقافي يعني ثقافة المجتمع بشكل عام، والسياسي يعني الحالة السياسية والحراك السياسي بشكل خاص، تحقق في الغرب. لقد تحقق في الغرب، لم يتحقق في الصين. لقد تحقق أو تجسد وتبلور تحديدا في الغرب، ليس في الصين ولا في أمريكا اللاتينية بل في الغرب. وأنه ليس الجزء الثاني من الفرضية، أنه ليس هناك ما يشهد، ليس هناك ما يشهد على أن الثقافة العربية إلى حدود اليوم قد استكملت هذا الإنجاز، يعني هذا الإنجاز الثقافي الفكري الذي يتولد من خلاله وفي سياقه مفهوم ووجود ووضع ومنزلة الفرد، وهو ما يقود إلى القول منطقيا على الأقل للوهلة الأولى، دعونا نتفق حول ذلك، إن الدعوات السياسية لإنشاء أنظمة ديمقراطية للحكم في المجتمعات العربية اليوم ومنها مجتمع تونس وغيرها، طبعا وغير هذا المجتمع، أنا أقصد كل المجتمعات العربية، ربما هناك مجتمعات ذهبت شوطا ما نسبيا أفضل من بعض مجتمعات أخرى، ولكن في الحالة العامة أفترض أن هذه المجتمعات لم تستوفي المهمة الفكرية والثقافية. قلت هو ما يقود إلى القول أن الدعوات السياسية لإنشاء أنظمة ديمقراطية للحكم في المجتمعات العربية لا أساس ثقافي لها. وأريد هنا أن أدقق، ربما أخرج قليلا عن الترجمة، أعني بالثقافي الفكري والأخلاقي ثم السياسي، خصوصا الفكري والأخلاقي، أي أن ما يجب على مفكري وسياسي هذه المنطقة من العالم أن يتطلع إليه ليس هو الديمقراطية كما ينسقون اليوم في ذلك أو إلى ذلك في المشهد الذي نتابع، ليس هو الديمقراطية باعتبارها نتيجة لمسار، وإنما هو قبل ذلك استكمال
لشروط ممارستها، استكمال شروط ممارستها. هناك فرق بين أن نطلب الديمقراطية وبين أن نسعى وأن نعمل من أجل أن نستكمل أسس الديمقراطية. نحن نرى أنه من الأهمية بمكان أن نتوقف عند هذه النقطة على بساطتها. لا أقول شيئا غامضا أو صعبا، أنا أقول شيئا مفهوما بسيطا واضحا، لأن الانطلاق من مسلمات خاطئة، والكل متفق في ذلك، الانطلاق من مسلمات خاطئة يقود إلى ممارسات خاطئة وكارثية، إذ ما عساها تكون الديمقراطية السياسية في مجتمعات لا تقبل أصلا بمسلماتها الأساسية. دعونا نتوخى الصراع، كل يؤخذ بأكمله أو يتم رفضه بأكمله، هذا رأيي. أن نأخذ من الديمقراطية آلية الانتخاب مثلا، ونرفض منها المساواة بين الرجل والمرأة، أو احترام حقوق الفرد الكونية، حرية التعبير أو حرية الضمير وما إلى ذلك، لا تنسوا دستور 1792، فإن ذلك إذا أخذنا من الديمقراطية آلية الانتخاب ورفضنا بقية المبادئ، فإن ذلك لا يفضي بنا إلى الديمقراطية بطبيعة الحال في معناها المنسجم، بل في معنى سفسطائي، في معنى ظاهري، في معنى ان سيمولاكر وان فريسامبلابل كما نقول بالفرنسية، وليس في معنى حقيقي صادق. فإن ذلك لا يفضي بنا إلى الديمقراطية في معناها المنسجم، بل إلى صورة مشوهة عنها قد تتخذ شكل ما سمي بالديمقراطية الشعبية. مثلا نحيل هنا على كتابات تالمون حول لا ديموكراسي بليبيسيتير، لا ديموكراسي بوبيلار، كما تجسدت في بعض بلدان الشرق الاشتراكي الشيوعي، تسمى ديمقراطية ولكنها في الواقع توتاليتارية، حكم فاشي. ويعذرني أصدقاء اليساريون وأنا يساري الهواء، ولكن اليسار أنتج أنظمة فاشية، مثلما أن التيارات الإسلامية تنتج أنظمة فاشية، مثلما أن التيارات القومية تنتج أنظمة فاشية، مثلما أن الليبرالية تستطيع أن تنتج الفاشية. كل العائلة السياسية متهمة. المطلوب هو إصلاح الخطاب من الداخل. اعذروني عن هذا الخروج أستاذ حكمت. فقلت أن نأخذ من الديمقراطية ذلك ونرفض الجانب الآخر، معنى ذلك أننا نقع في التناقض، وقد نقود إلى نتائج وخيمة، فنحول الديمقراطية في معناها المتماسك والحقيقي إلى ديمقراطية شعبية توتاليتارية، ما يسمى أيضا بلا ديموكراسي توتاليتار. تصوروا المفارقة، الديمقراطية الشمولية، ما بس كأنه يتحدث واحد اليوم عن الديمقراطية ليس المسلمة، يمكن للديمقراطية أن تكون مسلمة ولكن الإسلامية، هذه عبارات متناقضة إلى غير ذلك. إذ يمكن أن ننقاد بآلية الانتخاب إلى قيام أنظمة شمولية. تذكروا تجربة 1934 وقانون السلطات التامة الذي صيغ هنا في برلين، في ليس في برلين، في ألمانيا، في الرايشستاغ طبعا هنا في برلين، وأدى إلى ما أدى ما تعرفون. وتذكروا إذن تجارب الدول العربية والتجربة الإيرانية وغيرها من التجارب المريرة. بل نرى في بعض الأحيان، وهذه نقطة أخرى هامة أريد أن أؤكد عليها في مداخلتي قبل أن أختم، نرى في بعض التحليلات أن الديمقراطية لا تستقيم، وأنا هنا أشير إلى نقطة مهمة جدا على الجميع أن يفهمها بشكل دقيق، أن الديمقراطية لا تستقيم إلا باستكمال نتيجتها القصوى. وأنا أدعي، أفترض أن النتيجة القصوى للديمقراطية هي اللائكية، ليس اللائكية لا لايسيتي، لا أعني باللائكية اللائكية المشطة أو المتطرفة أو التي قد تقع في قمع الاختلاف وما إلى ذلك، ولا أعني بها مجرد السيكولاريسم أي العلمانية
فأنظمتنا العربية كلها علمانية، حتى النظام السعودي علماني، ليس نظاما ثيوقراطيا في السعودية. من يحكم هو سلطة زمنية، سلطة الملك أو سلطة الجمهورية في تونس أو في الجزائر، هذه كلها سلطات زمنية ولكنها ليست لائكية. فاللائكية تعني شيئا آخر، انتبهوا جيدا. قلت نرى في بعض التحليلات أن الديمقراطية لا تستقيم إلا باستكمال نتيجتها القصوى متمثلة في اللائكية، باعتبارها نظاما سياسيا يتعامل مع الفرد على أساس فرديته المجردة، الانديفيدياليتي أبستريت. أبستريت من يفهم الفرنسية هنا أعتذر، أبستراكسيون فت دي سون أبارتنانس أ أون كوميونوتي أو أون كلاس أو أون كولتور أو أون إثني، يعني نأخذه كفرد مجرد عن أي انتماء، كإنسان في معنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في معنى إعلان حقوق الإنسان والمواطنة سنة 1792، في معنى كل النصوص التي أكدت على ذلك. قلت إذن باعتبارها نظاما سياسيا يتعامل، أي اللايكية يتعامل مع الفرد على أساس فرديته المجردة، وليس على قاعدة انتمائه، وليس على قاعدة انتمائه إلى جماعة ذات عقيدة متجانسة، مالكية، شيعة، بروتستانت، كاثوليك إلى غير ذلك. فاللائكية تشترط حسب تعبير كاترين كينتسلر الأستاذة الفرنسية المختصة في هذه المسألة، أعتقد أنها تدرس في جامعة ليل، منظومة هي منظومة ترتكز على هي مبدأ يرتكز على فكرة منظومة الفئة المفارقية، لا كلاس بارادوكسال. ما معنى فئة مفارقية؟ أي الفئة التي تمثل مجالا ينتمي إليه الفرد، أن تكون فرنسيا مثلا أو ألمانيا مثلا، ينتمي إليه الفرد ويكون مستقلا عنه في الوقت نفسه، بمعنى أنه يحافظ في انتمائه إليه على فرديته أو استقلاليته بالمعنى الكانتي للكلمة. يعني أنا مسلم أنتمي إلى تونس، لست مرغما على أن أتصرف مثل ما يتصرف الآخرون تماما، بإمكاني أن أكون مستقلا فيما أفعله بشرط طبعا احترام القانون. إن الفرد الذي يحافظ على استقلاليته في انتمائه إلى مجموعة بعينها يتمتع بحرية المعتقد مثلا، من هذا الجانب، وليس من حق تلك الفئة أو السلطة السياسية النابعة من الأغلبية في تلك الفئة، مثلا حزب تنتخبه أغلبية تلك الفئة، حزب إسلامي مثلا كما يحدث اليوم في بلداننا، لأنه إسلامي إذن ينتخب بأغلبية، وهذه مفارقة أخرى القادمة. قلت مجتمعاتنا يحكمها إما منطق الصلة الدموية القبلي أو منطق الانتماء إلى الجماعة الدينية المغلقة، مسلم، شيعي، سني، مسيحي، يهودي إلى غير ذلك. فكيف لمجتمعات لم تتخلص بعد، هذا هو السؤال، أو هي لا تريد أن تتخلص الآن، مما يمكن أن نسميه نمط الانتماء التام، يعني المقابل لنمط الانتماء المفارقي الديمقراطي اللايكي الغربي، إلى الجماعة، أن تصبح في الوقت نفسه، أن تطمح في الوقت نفسه عفوا إلى بناء نظم ديمقراطية. كيف يستقيم الأمر؟ كيف يسمح سياسيو وإعلاميو هذه المجتمعات لأنفسهم بأن يتحدثوا عن الديمقراطية، والحال أن مجتمعاتهم منقوصة من شرطها الأساسي، أي من فردية الفرد المنتمي انتماء مفارقيا إلى مجتمع منفتح، أي من استقلالية الفرد رغم انتمائه إلى المجموعة التي يعيش في إطارها. أليست هذه الوضعية المفارقية
هي الشرط الأول لكل حرية مدنية ولكل حياد قانوني ومن ثم لكل ديمقراطية. فإما أن الأمر ينطوي على جهل بمبادئ الديمقراطية، وهذا مستبعد من نخب، من جامعيين، من صحافيين، من حقوقيين، مفكرين. إما أن الأمر ينطوي على جهل بمبادئ الديمقراطية، وإما أن الديمقراطية مجرد مطية للغلبة، يعني هي صندوق انتخابات فقط، أرفع شعارا قبليا أو دينيا أو أدر أموالا وفيرة إذا كان لي مال وفير وأنتصر وأقول أنها الديمقراطية، أنها ديمقراطية الانتخابات التي جاءت بي إلى السلطة، وإذا أنا لدي سلطة شرعية. شرعية هل هي مشروعة؟ لجال ألي لجال وي مي أسكالي لجيتيم سي سا لا كيستيون فوالا ألي بوليتيك مي أسكالي مورال هل هي أخلاقية؟ هذا سؤال. هل من يرفع شعار الدين أو شعار القبيلة يرفع يكتسب مشروعية أخلاقية أو يدفع الأموال؟ لا أعرف، هذه مسائل إذن مدار حديث. ولكن الواقع هو أن شروطها، إذن أكمل لا أطيل، السوسيو ثقافية لا وجود لها، وتطرح هذه المفارقة نفسها بحدة في المشهد السياسي العربي اليوم، حتى أننا نجد أحزابا دينية ترتكز إيديولوجياتها على منطق الجماعة، مع الأقل يكون واحد واضح مع نفسه، أي على منطق الانتماء التام، تطالب بممارسة الديمقراطية. كيف يستقيم؟ والواضح أن هذه الأحزاب لا تستقي من الديمقراطية سوى بعض ألياتها متمثلة في آلية الانتخاب للوصول بعد ذلك إلى السلطة وفرض منطق الغلبة. رغم كل النقد الموجه إلى النظام الديمقراطي ورغم انحرافاته الخطيرة بعد الثورة الفرنسية، الديمقراطية الليبرالية تحولت إلى ديمقراطية نيوليبرالية، هي محل اتهامات كثيرة اليوم من الصحافة والمفكرين في الغرب، وأنتم تتابعون أكيد. رغم كل ذلك فإنه لا يزال هناك ثقة في الديمقراطية، ولا يزال العالم بأسره يمجد الديمقراطية ويتحدث عنها باعتبارها النظام السياسي الأنسب لإدارة العلاقات بين الأفراد أفقيا وبين الأفراد والسلطة السياسية عموديا. فرغم كل الانحرافات التي شهدتها الديمقراطية، لا أحد يمتلك اليوم مشروعية المطالبة بإقامة نظام سياسي يصادر حرية الناس. مشكون من هو هذا المجنون الذي سيطالب بإقامة نظام طغياني تيرانيك؟ لا أحد يمتلك اليوم مشروعية المطالبة بإقامة نظام سياسي يصادر الحريات، وحتى الأنظمة الاستبدادية أو الحركات السياسية الحاملة لمشاريع توتاليتارية أو استبدادية خاصة في عالمنا العربي تجدها ترفع أمام الملأ شعار الديمقراطية. الكل يتغنى بالديمقراطية وينصب نفسه نصيرا لها، سواء ممن يطالبون بها حقا أو ممن يرفعونها شعارا زائفا. لماذا؟ الجواب واضح، لأن الجميع يفترض أن أو يعترف ضمنيا بأن الهدف من النظام السياسي هو هدف أخلاقي يتمثل في حماية الإنسان وتوفير شروط سعادته، والجميع يعي بوجه ما أن هذا الإنسان يتجسد في صورته الأولى والأساسية باعتباره فردا أو جملة من الحقوق الفردية. ثم أنه ليس هناك في تصنيف أنظمة الحكم قديما وحديثا أي نظام يكون أقرب إلى احترام تلك الحقوق الفردية من النظام الديمقراطي، هذا مفروغ منه. لذلك فأن الديمقراطية ستبقى مطلبا للجميع، ولن نجد أبدا من يجرؤ على المطالبة بممارسة الطغيان على الناس. ستبقى الديمقراطية هي الأفضل، وليس على أعداء حقوق الإنسان الفردية من مناهضي التنوير لزانتي لوميير من قدرة على الدفاع عن وجهة نظرهم أمام الناس، فهم يجعلون إذن من حرية الفرد واحترام كرامته هدفا أوليا وأساسيا. غير أن الفرد في الغرب لم ينشأ فجأة ومن لا شيء، وهذا هو ما يجب أن نتوقف عنده كنقطة
قبل أخيرة. لقد كان هناك مسار تشكل لهذا الفرد كفكرة كمفهوم وككينونة اجتماعية وسياسية وثقافية. لقد كان هناك مسار طويل أدى إلى بروز الفرد حقيقة اجتماعية أساسية جعلت المجتمعات الغربية تختار الديمقراطية نظاما سياسيا لا بديل عنه. ويمكننا أن نجمل اللحظات الأساسية في تاريخ تبلور الوعي الغربي الحديث والمعاصر والذي أدى إلى اعتماد الديمقراطية نموذجا أفضل في الحكم. أنا لدي تأويلي، هذا هو تأويلي، أعتقد أن هناك محطات مر بها الوعي الغربي ولم يمر بها الوعي العربي بعد. المحطة الأولى برأيي هي بإمكاننا أن ليس هذا الترتيب يعني الأفضل، ولكن حسب هذا الترتيب بإمكاننا أن نفهم شيئا. هناك العلمي والفلسفي والديني، هناك جملة من العناصر تبلورت تدريجيا منذ القرن السادس عشر بل الخامس عشر بل الرابع عشر تدريجيا في أوروبا، وأدت إلى ما نراه اليوم، إلى ما نعيشه اليوم أو ما تعيشه اليوم المجتمعات الغربية من قدرة على التحكم في حياتها السياسية بشكل ديمقراطي رغم كل السلبيات التي تعيشها الديمقراطية الغربية اليوم. اللبنة الأولى التي تشكلت هي الثورة العلمية، ثورة القرنين السادس عشر. لماذا أقول السادس عشر؟ لأنني أجمع كوبرنيك إلى السادس عشر والسابع عشر. كوبرنيك كان ضربة البداية الكبرى في خلخلة منظومة الرؤية الوسيطة للكون. ثورة علمية أدت إلى قلب صورة الكون في الثقافة الغربية، وانظروا بماذا أتت منذ القرن السابع عشر. لقد كانت نتيجة هذه الثورة هي ما يمكن وصفه بإقرار استقلالية الكون المادي، الأوتونومي دو لانيفير ماتريال. يعني قبل أن يصل الغرب إلى إقرار الأوتونومي دو لانديفيديو سان دو لا سوسيتي، ما يسمى ب ما يمكن نسميه باستقلالية الفرد، وقبل أن يصل إلى أنسنة السلطة ما تسميه سيمون غويار فابر بلانترو بولوجيزاسيون دو بوفوار، أنسنة السلطة السياسية، توصل أولا إلى إقرار استقلالية الكون المادي. بطريقة ميكانيكية طبعا، يعني ما يفسر هذه الاستقلالية هو المنهج الميكانيكي في فيزياء وعلم القرن السابع عشر، استقلاليته عن كل سببية خارجية. حتى وإن كان الفيزيائي هو نيوتن أو هو ديكارت ويقول أن الله هو الذي خلق العالم ووضع فيه القوانين وحركه حركة أولى وغير ذلك، فإنه وفقا للمبادئ الميكانيكية التي يعتمد عليها في التفسير ينتهي ضرورة إلى إقرار استقلاليته. حتى ديكارت نفسه، فإله ديكارت وضع القوانين الأولى في الكون ثم انصرف إلى الراحة، إله السبت هو لو ديو دو سبات كما فسر ذلك المؤرخ ألكسندر كويري في كتابه من الكون المغلق إلى العالم المفتوح، أو من العالم المغلق إلى الكون المفتوح في الأحرى. ولقد أبدع مؤرخو العلم الحديث من بيير دويام إلى ألكسندر كويري وغيرهم في وصف الأثر الامباكت الأثر الميتافيزيقي والأخلاقي ثم السياسي العميق لهذه الثورة. ونحيل الدارس في هذا السياق إلى الدراسات الرائعة التي قام بها المفكر السويسري مثلا يان ماريشكو ونشرها طيلة التسعينات حول الأثر الثقافي للثورة العلمية الحديثة. كنا قد ترجمنا هنا إحدى هذه الدراسات العربية وهي حول مبدأ العطالة، وكنا قد نشرناها في إحدى الدوريات التونسية. ثم إن استقلالية الكون المادي كوسمولوجيا عن المحرك الأول
ارتبطت فيزيائيا بالحقيقة التي فرضها مبدأ العطالة. Le premier principe de la physique classique. المبدأ الأول للعلم الكلاسيكي هو le principe d'inertie. مبدأ العطالة. كل من يدرس الميكانيكا الكلاسيكية أول القوانين التي يدرسها هو قانون العطالة. الجاليليو ديكارتي والمتمثلة في الفصل بين المحرك والمتحرك، ولا أتوقف كثيرا عند هذه النقطة الفلسفية والميتافيزيقية والمرتبطة بتاريخ العلم معقدة. ولا ثانيا اللبنة الثانية، إذا هناك إقرار للاستقلالية على مستوى الفكر العلمي. ثانيا إقرار ثانيا للاستقلالية، هذه المرة سيكون على المستوى الفلسفي. هذه الثورة العلمية التي فصلت المحرك عن المتحرك وجسمت فكرة استقلالية الكائن من خلال إثبات استقلالية الكون والفصل بين المحرك والمتحرك وغير ذلك، قامت أيضا بإقرار مبدأ لا ينتبه الكثيرون إلى أهمية أثره الثقافي وعمقه، هو مبدأ النسبية الجاليلية. شخصيا أقوم باستمرار بتجربة طريفة مع طلبتي وتلاميذي عندما كنت أدرس في المعاهد الثانوية ثم في معهد في الجامعة. أقوم بتجربة طريفة وأطرح عليهم السؤال حول ما يعرف بتركيب الحركات، وكنت دائما أتلقى إجابة تفيد بأن الذهن طلبتي لا زال ينتمي إلى القرون الوسطى أو إلى الفكر الأرسطي، ليس بالمعنى السلبي طبعا، وإنما هم لا يزالوا يرون الكون انطلاقا من رؤية مشائية أرسطية، وكأننا لم نمر بلحظة القرن السابع عشر، فكيف يحق لنا أن نتحدث عن الديمقراطية إلى غير ذلك؟ ثالثا وهي نقطة تحول مرتبطة بالعناصر السابقة ومكملة لها، تتمثل في الثورة الفلسفية La révolution philosophique du XVIIe siècle التي تبعت تلك الثورة العلمية والمتمثلة في تحرير العقل. تحرير العقل من سلطة الأحكام المسبقة ومن سلطة المصادر الخارجية للمعرفة. لقد كان الفيلسوف الفرنسي ديكارت دورا رياديا في هذه الحركة من خلال منهج الشك الشهير، أشرح قليلا هنا هذه الفكرة فيما يعرف بالدليل الأنطولوجي عند ديكارت. ماذا أثبت ديكارت في التأمل الثالث من كتاب التأملات الميتافيزيقية الشهير؟ قال أنني أستطيع أن أعرف الله بمفردي بعقلي دون ما حاجة إلى مصدر مكتوب، لست بحاجة إلى كتاب مقدس أو إلى رجل دين لكي يعرفني بالله، أستطيع بمفردي أن أعرف ذلك مثلما أستطيع بمفردي بعقلي أن أعرف حقيقتي وأن أعرف حقيقة العالم. استقلالية العقل في عمله. رابعا ولكن طبعا أنا لم أرتب بشكل جيد هنا لذلك أستدرك أقول اللبنة الأخرى التي اجتمعت إلى هذه اللبنات وشكلت إذن هذه الكتلة الفكرية التاريخية التي ستلد بعد عسر الفرد والديمقراطية والحداثة السياسية في الغرب، أن تبلور التصور العلمي الجديد للعالم وقبل الثورة التصور العلمي الجديد للعالم وقبل الثورة الفلسفية الديكارتية، كان هناك لحظة تاريخية فاصلة أخرى وربما كانت دافعا كبيرا للحظتين السابقتين، هي لحظة الإصلاح وهي لحظة ألمانية لا ريفورم اللوثري في ألمانيا. يمكننا أن نطلق على هذه اللحظة اسم أنا أطلق عليها اسم لحظة تحرير الإيمان لا ليبراسيون دو لا فوا أو لحظة تحويل الإيمان إلى
حالة باطنية وشخصية. ويمكن أن نعبر أيضا هي لحظة ديمقراطة الإيمان، الديمقراطيزاسيون دو لافوا، يعني عوضا عن أن يكون الإيمان محل سيطرة من مؤسسة تحتكره، يصبح الإيمان فرديا شخصيا. هذا ما جاء به مارتن لوثر في ألمانيا، هذا لب الحركة الإصلاحية الدينية في ألمانيا. طبعا هي أكبر من هذا بكثير، ولكن هذه هي الفكرة الأساسية. فاستبعادوا دور الوسيط الرقيب بين المؤمن والله، وجعل المؤمن قادرا على قراءة وتأويل النص بمفرده، مكن الفرد من حرية معتقدية لم يسبق له أن تمتع بها في السابق، وجعل من مجال الإيمان مجالا متحررا وفرديا ومفتوحا. ثم خامسا، بطبيعة الحال لحظة التنوير، ولحظتا الإصلاح والتنوير هما لحظتان ألمانيتان، يعني مساهمة ألمانيا في هذا الحراك الكبير التاريخي من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. لوف كلارونغ التي جسمها كانت بشكل خاص من خلال مجمل كتاباته النقدية. هل يعقل أن سياسيون أو سياسيين عفوا لا يقرؤون رسالة كانت في فاس إيست أوف كلارونغ؟ كيف تسمح لشخص بأن يقوم على شؤون مجتمع وهو لم يقرأ هذه الرسالة ولا يعرفها؟ قلت هي لحظة جسمها كانت بشكل خاص من خلال مجمل كتاباته النقدية، وخاصة من خلال مقال 1684 الشهير ما هي الأنوار، Was ist auf Klärung. ولنذكر هنا أن الفكرة الأساسية في هذا المقال هي فكرة التمييز بين المونديكيت، أنا لا أنطق بالألمانية بشكل جيد، ولون مونديكيت، لا مينوريتي لا ماجوريتي، بين الرشد والتبعية، بين أن يكون الإنسان تابعا وأن يكون ناضجا وراشدا ومستقلا برأيه وقادرا على بناء موقفه، أي بين الإنسان الناضج الذي تحرر من سلطة الغير عليه وأصبح قادرا على بناء موقفه بنفسه. ذلك هو شرط الرقي والحرية والتقدم حسب كانت. لنذكر بأن هذا المسار التحرري أن أسرع الذي طبع الوعي والثقافة في الغرب إبستيمولوجيا وفلسفيا وأخلاقيا وسياسيا، هذا ليس مسارا بسيطا لكي نصل إلى الديمقراطية. لابد من تحول معرفي وفلسفي وديني وعلمي وثقافي وأخلاقي. كيف تأتي ببدوي وتقول له سي ان بو لو بارادوكس؟ قلت لنذكر بأن هذا المسار التحرري الذي طبع الوعي والثقافة في الغرب إبستيمولوجيا وفلسفيا وأخلاقيا وسياسيا كان له أعداء منذ تلك الفترة، أعداء التنوير. وأحيل هنا إلى عمل الكاتب الإسرائيلي زايف سترنهال، عندما تحدث مع كاتب إسرائيلي لا يذهب في ظني بعضكم أنني نصيرا يعني هذا من أشكال البساطة في التفكير. هو كاتب متعودين في ألمانيا ولا يهمك، وكتب كتابا عظيما اقرأوه، يتحدث عن أعداء الأنوار، les anti lumière، أعداء الأنوار، أعداء التنوير، أعداء التنوير، تنوير، أعداء التنوير. إسرائيلي، هو كاتب إسرائيلي ولكنه ينشر بالفرنسية، هذا آخر ما نشر في فرنسا حول التنوير. أنا لا يهمني إن كان إسرائيلي أو زايف سترنهال، سترنهال بلاش سترنهال، سترنهال موجود في النص، ما بعرف موجود في النص، ولكنه انتصر في النهاية، وهو لا يزال يفرض نفسه بكل قوة حتى اليوم رغم كل المراجعات الحداثة ورغم النقد الذي تعرضت له الديمقراطية الليبرالية. فالمطالبون بالمساواة وبالحقوق الاجتماعية اليوم لا يطالبون بشيء آخر سوى بترسيخ نفس المبادئ. أين هي الثقافة العربية من ذلك؟ يمكننا القول دون تجنن إنه لا شيء من ذلك تم استيعابه في الثقافة العربية.
لا أريد أن أشط في ذلك أو أتطرف وأقول أنه ليس هناك أي علامة أو أي علامات على ذلك، لست سوداويا إلى درجة، ولكن بشكل كبير نحن بعيدون عن هذا الإنجاز الضخم، وربما في مستوى النخبة لدينا بعض، ولكننا لم ننجز ما هو أساسي في هذه الحركة. فرغم محاولات التحديث القسري التي قامت بها مشاريع الدولة الحديثة بعد الاستقلال، لا يزال منطق الانتماء القبلي والديني هو الذي يتحكم في وعي الأفراد في المجتمعات العربية. وفي قراءة قامت بها الباحثة مانويلا جيولفو الإيطالية لكتاب السوسيولوجي الألماني نوربير إلياس مجتمع الأفراد، وهو كتاب وهي دراسة بعنوان هل من وجود للفرد في المجتمع العربي، يمكننا أن نسجل تركيز الباحثة على غياب المفهوم بشكل أساسي في السجل الثقافي العربي. إن كلمة فرد في اللغة العربية تعني أولا العينة حسب رأيها التي يمكن انتزاعها من مجموع، ولا تعني بالضبط ما يعنيه الفرد في الثقافة الغربية باعتباره ذلك الكائن المتميز بالإرادة والوعي بالذات. وتركز الكاتبة على إبراز غياب الدلالة السوسيو ألسونية للفرد في كل الكلمات التي تنتمي إلى نفس العقل الدلالي، ملاحظة أنه لا توجد أي كلمة تدل على ما تعنيه كلمة انديفيدي في اللغات اللاتينية أو اللغات الأنجلوساكسونية. ويمكننا أن نعتبر تحليل المفكر الراحل غالي شكري شهادة على ما نقول. تحليل الدكتور غالي شكري لوضعية المفكر والمثقف في المجتمع العربي يمكننا أن نعتبره شهادة حية على المسافة التي تفصل الوعي الاجتماعي العربي عن فهم اختلاف الفرد وحريته، خاصة إذا تعلق الأمر بالحرية الفردية. ونحيل القارئ إلى الفصل الأول من كتابه مذكرات ثقافة تحتضر، ونحن لا نريد أن نكون متشائمين إلى هذه الدرجة، فلا نقول تحتضر، نحن لدينا الأمل في أنها يمكنها أن تنقذ نفسها بوجه ما، لدي تصور لذلك، ولكنني يقول الدكتور غالي شكري الراحل رحمه الله: نلاحظ منذ البداية أن الفرد هو محور ما أدعوه بنظرية حرية الرأي، ذلك أن الضمير الشخصي مصدر الرأي الحر هو قدس أقداس الذات الإنسانية، الذات التي تصطدم بمنتهى فرديتها مع السلطة والمجتمع والعقيدة الشائعة. وفي عمق المسألة يبين المفكر المصري الراحل أن المسألة لا تتعلق بالتصادم بين الفرد والسلطة السياسية فقط، بل بتصادمه أيضا مع المجتمع المحكوم بمنطق التكرار والتجانس. يقول: مشكلة الفرد هنا ليست مع السلطة التي تبدو في غالب الأحيان بعيدة عن التحيز إلى جانب الأكثرية، مشكلة الفرد ليست أيضا مع العقيدة الشائعة، وإنما هي في اتخاذه موقفا فرديا شديد الخصوصية من السلطة والجماهير والعقيدة السائدة على حد سواء. اللا انتماء بما يذكرنا بمفهوم الفئة المفارقية أيضا، اللا انتماء أي ما أسميناه مع كاترين كينتسلر بالانتماء المفارقي، في حد ذاته هو محور الأزمة بين الفرد والمجموع. ونعتقد من جهتنا أن هناك دقة بالغة في هذه الملاحظة التي ساقها الدكتور غالي شكري حول علاقة الفرد بالمجموع، وأنا أحبذ كلمة المجموع هنا أو الجماعة، لأن هذه العلاقة تبدو الأكثر خطورة في المجتمعات العربية من العلاقة بين الفرد والسلطة السياسية، خاصة أن هذه السلطة تمظهرت في حالات كثيرة في شكل سلطة تحديثية رغم قصرية التحديث، من شأنها تخفيف وطأة المجموع على الفرد. التجربة التونسية مثالا، وشكراً.